تحت النار قاعده والعه. هاي طرابلس تحت القصف، مقبرة، مقبرة يا عجوز الرجمة، خلاص هذه نهايتك. هذه علامات من علامات الهزيمة، وبإذن الله احنا منتصرين عليه. ومقبرة يا عجوز، شوف عائلات جردينة بالله، وري العائلات، وري الجرادين هنا تقصف فيهم ناس مدنية، ونسأل الله يحقن الدماء، ونسأل الله أن يبارك في بلادنا. وطرابلس هذه أقسم بالله بإذن الله تقعد لك حلم لمدى الحياة، والله طرابلس أقسم بالله تقعد لك حلم يا عجوز بإذن الله. جايينك للرجمة، وزي ما عادنا الله وعادنا أنفسنا وعادنا الرجال اللي ضحانا بها، أقسم بالله للرجمة بإذن الله جايينك، والله أكبر الله الحمد. هذه أولا مقبرة، هذه ما هيش مقبرة متاع مسلمين، هذه مقبرة مسيح واحنا محافظين عليها، وهذه جايه وسط العاصمه ما بين الابريام وبين الناس المدنيه. هذه مقبره مسيح، انظروا يا اهل طرابلس، انظروا يا عالم، انظروا يا ناس، لان هذه راي مقبره مسيح، ما هياش مقبره ليبيين ولا مسلمين. ما دام عندك ثلاثة امكانات توا تقدر تعرف منين طلع. لا